أكدت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن محور الاستقرار الأسري والترابط العائلي يتصدر قائمة أولويات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية. نعم، الأنصاري أشارت إلى التجربة البحرينية الخاصة في هذا الإطار التي يدير عملياتها المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله، وأوضحت أنه جرى تصميم خطط عمل ومبادرات هذا المحور بصورة شمولية ومنهجية علمية تعتمد على صناعة المؤشرات الوطنية والمقارنات الدولية وإيجاد علاقات ترابطية بين تأثير الاستقرار الأسري على الأمن المجتمعي وصولا إلى مشاركة متصاعدة للمرأة في الحياة العامة وفي الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال مشاركة سعادتها كمتحدثة رسمية في منتدى الأسرة السعودية الذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة السعودي، وذلك في دورته الرابعة والتي تتزامن مع الذكرى الخامسة لانطلاق رؤية المملكة 2030 تحت عنوان دور الأسرة في منظومة التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، حيث نوهت الأنصاري بتوجيهات حكومة المملكة العربية السعودية الموقرة بتقديم كل ما هو مستحق من دعم ومساندة لمشاركة مؤثرة للمرأة في البناء التنموي بالنظر إلى ما وصلت إليه من مكانة مرموقة تجعلها اليوم الشريك الجدير في صنع حاضر ومستقبل وطنها. اعتبرت الأنصاري أن ما حققته أو ما أحدثته جائحة كوفيد 19 على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي يتطلب مراجعات ومعالجات متسارعة، وذلك بحسب ما أشار إليه تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتنفيذ أهداف السنة الدولية للأسرة لعام 2021. على صعيد آخر، أشارت الأنصاري إلى أن أعمال المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين ارتكزت بشراكة وطنية تشمل كافة حلفاء العمل على ثلاثة أسس رئيسية تتمثل في مراجعة وتطوير التشريعات والوصول إلى العدالة مع مراعاة الخصوصية التي تحيط بالعلاقات الأسرية ووضع ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات النوعية لتحويل النصوص التشريعية لواقع معاش. وعرضت الأنصاري في كلمتها عددا من الأمثلة المادية على ما استطاعت أن تحققه الجهود والمساعي الوطنية في مجال تنمية دور الأسرة البحرينية ورفع مستويات استقرارها. أكدت الأنصاري في كلمتها أن التجارب أثبتت ضرورة وأهمية التخطيط الاستباقي والمستشرف لاحتياجات الأسرة المعاصرة، وكشفت في هذا السياق على أن تحديث الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي ستنتهي العام المقبل سيستند على عدد من الاعتبارات، من بينها انتقال مملكة البحرين من مرحلة النهوض بالمرأة إلى نهوض المرأة بذاتها، والتركيز على كيفية استدامة تقدم المرأة البحرينية وقياس تأثير مشاركتها على التنافسية الوطنية لتكون هي من تنهض بنفسها وتقرر ما هو مناسب لها ولأسرتها. لنا في مملكة البحرين تجربة خاصة يسهم المجلس الأعلى للمرأة في إدارة عملياتها بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة منذ تأسيسه قبل 20 عام، حيث يتصدر محور الاستقرار الأسري والترابط العائلي قائمة أولويات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية. وقد صممت خطط عمله ومبادراته بصورة شمولية وبمنهجية علمية تعتمد على صناعة المؤشرات الوطنية والمقارنات الدولية وإيجاد علاقات ترابطية بين تأثير الاستقرار الأسري على الأمن المجتمعي وصولاً إلى مشاركة متصاعدة للمرأة في الحياة العامة وفي الاقتصاد الوطني. وقد ارتكزت أعمال المجلس الأعلى للمرأة وبشراكة وطنية تشمل كافة حلفاء العمل على ثلاث أسس رئيسية. الأول يتمثل في مراجعة وتطوير التشريعات وسد الفجوات التي تؤثر على المراكز القانونية لأفراد الأسرة وضمان اتساقها مع ما نص عليه الدستور بإزالة كافة أشكال التمييز والوصول إلى العدالة مع مراعاة الخصوصية التي تحيط بالعلاقات الأسرية. أما الثاني فيركز على جانب وضع ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات النوعية لتحويل النصوص التشريعية لواقع معاش عبر إدماج منهجي ومنظم لاحتياجات الأسرة البحرينية ضمن المسار التنموي من خلال مبادرات وبرامج مركزة لتمكين الأسرة من الأخذ بزمام إدارة شؤونها واستقلالية اتخاذ قراراتها وبما يتسق مع قيم وغايات رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030. وثالث تلك الأسس
العمل على ربط جهود مملكة البحرين في مجال تمكين وتقدم المرأة مع أهداف التنمية المستدامة، إذ بحسب آخر المراجعات لمؤشرات الخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية، فقد تم تحقيق ما نسبته 64% من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالمرأة، وتحديداً ما يخص التعليم والتوازن بين الجنسين والحد من أوجه التمييز.